انا كمدني وين بدي بروح؟ ما عندي وثيقه تثبت انه هذا ابني. دفتر العائله اللي صار او هالوثيقه اللي اجت صارت تثبت لي انه هذا عندي ولدين ثلاثه اربعه مسجلين. نحن كنا نعاني كثير من هالموضوع هذا، نحن والاخوتنا اللي اجوا من الغوطه واللي اجوا من درعا واللي طيب عبا جاي لهون لا عنده وثيقه، وصلت ثوره 10 سنين وما في شيء يثبت انه هذول اولاده. حاليا نحن بنشكر كل من ساهم في هالموضوع هذا. طبعا هو الدفتر موحد مثل ما انتم شايفين، التصميم واحد، ما في اي فرق بين اخترين او مارع او صوران او الراعي او حتى عزاز، الدفتر موحد لدى الجميع. قمنا طبعا نحن في علم الثوره، وضع علم الثوره في العلامات السريه اللي وضعناها، موجود فيه ما يقارب اربع علامات الى خمس علامات سريه طبعا مشان ضبط التزوير، في تسلسل للارقام، انواع الاوراق حتى اللي استخدمناها يعني هي من افضل الاوراق اللي موجوده، حتى نوعيه الجلد كله حتى فائق الجودة، يعني حتى يضاهي جودة الدفاتر اللي كان تصدر سابقا. طبعا كأثبات شخصية هو خلص هذا يعتبر إثبات شخصية، ورقة رسمية صادرة من أمانة السجل المدني، شأن أي بطاقة أو أي ورقة ثبوتية صادرة من المجالس المحلية أو من أمانات السجل المدني. ولكن نحن نسعى مع الطرف التركي لي يعني قدر المستطاع أنه يكون هالأوراق اللي تصدر من عنا تكون ثبوتية وما تعسر أمور الناس في تركيا. We'll be right back.